مشاهدينا وصلنا إلى محطتنا الاقتصادية، حيث يمثل مفهوم المنافسة في الاقتصاد قاعدة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال دورها المهم في الحفاظ على توازن واستقرار السوق والاقتصاد بشكل عام. كما تمثل أهمية المنافسة في سعيها لتحقيق أهدافها لضمان الحقوق وتحرير الاقتصاد من الممارسات المؤثرة عليها سلبيا، والتي ينعكس تأثيرها على المستهلك وعلى حريته في اختيار البدائل المتاحة وعلى وضعه الاقتصادي. سياسة الانفتاح الاقتصادي أفرزت العديد من الفرص والتحديات لاقتصادات العالم، فتحرير التجارة الدولية أظهر العديد من المكاسب التي يمكن الحصول عليها، كزيادة معدلات الدخول في الأسواق الأجنبية والتطور التقني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما أن توسع نشاط الشركات والتدفقات الرأسمالية عبر الحدود قد أوجد فرصا جديدة للارتقاء بالتجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية. ولكي تتمكن الدول من مواكبة هذه التطورات، لابد أن تضع سياسات كفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار وتنشيط آليات السوق، بما يحقق فاعلية توظيف الموارد وحرية وعدالة الدخول للأسواق، ويكمن ذلك في ضرورة تفعيل المنافسة وتحدي الأسواق من جانب، وحماية الصناعات الناشئة والاستراتيجية من جانب آخر. والمنافسة تشجع الشركات على تقديم السلع والخدمات بأكثر الأساليب فعالية للحفاظ على مركز قوي وتنافسي في السوق، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وارتفاع الجودة لصالح المستهلكين. كما تتمثل أهمية المنافسة في كونها قاعدة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام. والكويت واكبت بدورها عملية إرساء قواعد دولية تحكم سياسة المنافسة والآليات التي تكافح الممارسات الاحتكارية عبر برنامجها لإعادة هيكلة الاقتصاد وفق رؤية كويت جديدة 2035، معتمدة بذلك على التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر. ويقوم جهاز حماية المنافسة الكويتي بدور أساسي في تعزيز المنافسة والتصدي للتحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الكويت، كما يسعى الجهاز إلى تعزيز المعرفة بأحكام قانون المنافسة والفوائد من تطبيقه على صعيد الأطراف، وذلك انطلاقا من رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي تجاري وإقليمي عالمي جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويزكي روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بعد أن شاهدنا معا التقرير عن أثر المنافسة وتأثيره الاقتصادي على التنمية، يسعدنا أن نستضيف معنا بالاستديو رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالتكليف في جهاز حماية المنافسة ناصر الشامي. أهلا بك أستاذ ناصر. صباحك الله بالخير. صباحك النور. أستاذ ناصر، الأسبوع الماضي عقدتم مؤتمر التحديات والطموح بتنظيم من جهاز حماية المنافسة الكويتي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. أبرز نتائج هذا المؤتمر. بالبداية أشكركم على هذه الاستضافة اللي نطمح من خلالها بنشر الوعي بقانون حماية المنافسة وثقافة المنافسة العادلة بالكويت. وقبل لا أبدي أتكلم في التوصيات والنتائج اللي وصلها المؤتمر، حاب أني أعبر عن سعادتنا في التفاعل الكبير اللي حصل في المؤتمر، خاصة بعد مشاركة خبراء في قانون حماية المنافسة من المنظمات العالمية، ففيهم رؤساء أجهزة حماية المنافسة، سمعنا تجاربهم والخبراء في المنظمات العالمية، وكذلك حضور المستشارين والمختصين في الأسواق الكويتية، هو اللي بالأمانة أثرى المحتوى في المؤتمر. أما بالنسبة لأبرز النتائج والتوصيات اللي وصلنا لها، فهي تعزيز التعاون المشترك ما بين جهاز حماية المنافسة وأجهزة حماية المنافسة العالمية، سواء العربية منها أو الأجنبية، وتنظيم دورات تثقيفية بشكل دوري في مفهوم المنافسة العادلة وقوانين حماية المنافسة، وإنشاء مكتبة إلكترونية تضم دراسات الاقتصادية وأهم القرارات اللي يصدرها الجهاز. نعم. أهمية هذه المنافسة ونشر الوعي
شنو الأهمية اللي أنتم تقدمونها من خلال هذا المؤتمر لنشر الوعي ومناصرة القضايا المتعلقة بالمنافسة بدعم الاقتصاد؟ اللي يعزز الأسواق الحرة باقتصادنا الوطني وهو كفاءة قانون حماية المنافسة والجهة المعنية بتنفيذه، واللي يعكس لنا اقتصاد مبني على الكفاءة والمعرفة، واللي يتمتع فيه المستهلك النهائي في نتائجه مثل وفرة المنتجات بأسعار تنافسية ومنتجات وخدمات بجودة عالية، والاهتمام أكبر في مجال البحث والتطوير. أستاذ ناصر، شلون ممكن أن المنافسة ممكنها تطور الاقتصاد المحلي وتخليه يعني في مصاف اقتصادات عالمية وتحقق رؤية الكويت 2035؟ والله الحمد، بالنسبة لهالنقطة تم تبني مشروع السياسة الوطنية للمنافسة، وهو أحد مشاريع خط التنمية اللي متعلقة في رؤية الكويت 2035، ومن خلالها بيتم إنفاذ سياسات المنافسة في أهم القطاعات الرئيسية بالدولة، بحيث أنها تتماشى مع مفهوم المنافسة العادلة. نعم، هذه يعني المنافسة وجذبها، شلون نقدر نجذب المستثمر الأجنبي أو الخارجي للدخول في هذه المنافسة؟ بالنسبة للمستثمر الأجنبي، فإن أهم ما يهمه طبعا من بعد النظر في عوائد الاستثمار ودراسة الجدوى واستقرار السياسي والاقتصادي للدولة، هي كفاءة الأجهزة الرقابية بالدولة. هذه الاستثمارات يعني اللي قدمتوها لجذب الاستثمارات الخارجية. طبعا، وهو يهم المستثمر الأجنبي بالحقيقة هي المنافسة العادلة بالدولة. والقوانين والقرارات المنظمة للأسواق المستهدفة بالنسبة له، وهني دور جهاز حماية المنافسة في تطبيق هذه الأمور والقوانين واللوائح اللي أنتم تقدمونها للمستثمر لجذبه للكويت كي يستثمر. طبعا، هذه تحمي المستثمر الخارجي أنه يقدر يعني يدخل هذا الاستثمار وهو مطمن، ان تكون عنده بيئه تنافسيه صالحه للاستثمار، وتقل عنده عوائد الخطر بالنسبه لمشاركته. اكيد استقرار الاوضاع الاقتصاديه هي عامل جذب للمستثمر او للاستثمارات الخارجيه، وهذا دور جهاز حمايه المنافسه انه يسهم في استقرار هذه الاوضاع الاقتصاديه، وبالتالي اكيد جذب الاستثمار الخارجي. إذن رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالتكليف في جهاز حماية المنافسة ناصر الشامي، كل الشكر لك وعلى حضورك معنا اليوم. حياك الله. شكرا لك. حياك الله أخي.